مدير عام مزارع بالهيئة العامة للتنسيق السمكية. أولا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة افتتاح موسم الصيد في مزارع الهيئة. إحنا في الفترة الأخرانية بدأنا نعمل تطوير شوية في المزارع بتاعتنا علشان خاطر نواكب العصر اللي إحنا بنعيشه. عايزين نوفر للمواطن المصري أسماك هو بيقبل عليها، فبدأنا بأن إحنا نغير التركيب المحصولي لأحواض الاستزراع بتاعتنا بحيث أن إحنا نوفر هذه الأنواع من الأسماك. جودتها بتبقى عالية، قيمتها الغذائية عالية، حتى قيمتها المادية من ناحية أني أنا عاوز مزارعي تعمل فائض ربح ومكسب للدولة المصرية بيغطي التكلفة اللي موجودة، فائض ربح بسيط ما يأثرش على القوة الشرائية للمواطن المصري. النهاردة احنا عندنا في الهيئة ثلاث مزارع رئيسية. عندنا مزرعة سمكية برسي في طنبات برسي، دي مساحتها 2000 فدان. عندنا المزرعة السمكية والمنزلة اللي احنا فيها النهاردة دي 1000 فدان، ملحق بيها مفرخ سمكي ومصنع علف زيها زي مزرعة سمكية برسي. المزرعة السمكية اللي في كفر الشيخ في الزاوية، مزرعة الزاوية، ما فيهاش إلا مزرعة فقط، ما فيهاش مصنع علف أو مفرخ سمكي منفصل عنها. احنا بنحاول زي ما اتفقنا ان احنا بنعدل في التكلفة المحصولية بتاعنا، بنحاول ان احنا نحسن من اعمال الصيانة والتطوير في المزارع بحيث ان احنا نحافظ على مستوى الانتاج من ناحية المساحة، بل تطويره كمان، مش فقط ان احنا عايزين نحافظ عليه، احنا كمان عايزين نعمل تطوير ودفع للامام بحيث ان احنا نستطيع ان احنا نواكب ما يحدث في القطاع الخاص. النهارده احنا عندنا طفره في مصر بننتج ما يقرب من 1.5 مليون طن سمك في السنه تبعا لاخر احصائيات. احنا عاوزين نصل الى هذا المستوى. بتقابلنا بعض المشكلات، تغير الجو، بتقابلنا جوده الميه اللي بتاثر معانا، لان احنا طبعا مزارعنا كلها قايمه على استخدام مياه صرف زراعي، وبالتالي بنواجه بعض المشكلات. ان شاء الله المستقبل باذن الله هيبقى واعد. انا شايف ان الوضع هيبقى ان شاء الله كويس بتضافر الادارات المختلفه في الهيئه، ونستطيع ان احنا نرضي عنا المواطن المصري ان شاء الله. بالنسبه دكتور للثلاث مزارع حضرتك شرحتهم، لو نعرف انتاجيتهم السنه اللي فاتت والسنه دي والفرق في الانتاج اللي ما بين كل واحده فيهم. هو الفروق مش كبيره، يعني الفروق في احنا هنتكلم على وحده المساحه او نتكلم على الاجماليات. نتكلم على الاجماليات، بنقول مثلا احنا عندنا هنا 1000 فدان في مزرعه المنزله، انتجت السنه اللي فاتت 1250 طن. مزرعه برسي هي مساحتها الاجماليه 2000 فدان، لكن المساحه اللي احنا قدرنا ان احنا نزرعها نتيجه لاعمال التطوير والصيانه للاحواض كانت تقترب من 1000 فدان برضو، فكانت مديانا حوالي 1200 طن سمك، 1170. مزرعه الزاويه كان مساحتها صغيره شويه علشان مخرجين اكتر من قطاع خارج المساحه الانتاجيه، نظرا لانها محتاجه لتطوير شامل لاحواضها، كانت 260 فدان بس، كانت جايبه 320 طن. الفرق في الانتاجيه نتيجه ان المساحات مختلفه، برسي والمنزله تقريبا نفس الانتاجيه لانهم نفس المساحه. بالنسبه للزاويه هي اللي مساحتها اقل صوره كبيره جدا، وبالتالي كميتها اللي خارجه صغيره. لكن انت حضرتك لما تيجي تقسم الرقم المنتج في الاخر هتلاقي ان احنا بنشتغل على 2 طن، 2 طن الا ربع، لان المساحات الاجماليه دي بيخرج منها الجسور وبيخرج منها الترع والمصارف. انت بيبقى عندك مساحات مش هي دي اللي انت بالنسبه يا باشا توكل عليها عشان تطلع انتاج. للانتاج السنه دي والسنه اللي فاتت في اليه معينه حضرتك قمت بيها او الناس اللي في المزارع قاموا بيها بحيث يرفعوا انتاج السنه دي على السنه اللي فاتت؟ هو احنا يا فندم مش الهدف السنه دي ان احنا نرفع انتاجيه عن السنه اللي فاتت، احنا عاوزين نرفع الجوده عن السنه اللي فاتت. احنا غيرنا تاجر محسوس زي ما قلت لحضرتك، احنا في سمكه اسمها مابوك سيلفر. السمكه دي مش محبوبه من المواطن المصري، سعرها رخيص جدا في السوق، بتعمل لي زحمه في الحوض، تستهلك علف وبتستهلك اكسجين وبتستهلك بس وجودها مهم. احتياجاتها اللي موجوده، وجودها
يعني مع الجدول الاقتصادي بتاعتها لا، وده مش مفيد، لان انت حضرتك احنا بنزرع زراعه مختلطه. الزراعه المختلطه بتعتمد على ان انت عندك اكتر من صنف من الاسماك بيتغذوا في عمود الميه، بحيث ان ما يحصلش فيه تنافس بينهم ومن بعض على الغذاء الطبيعي. بعد ما بتخلص الفتره اللي انا بستغل فيها الغذاء الطبيعي بخش بالغذاء الصناعي، فاصبح الموضوع دوت مش زي جدوى قوي بالنسبه لنا، لانك انت بتكثف في زراعتك او انت عاوز تكثف زراعتك، وبالتالي انت بتعتمد بصوره اكبر على علف المصنع. احنا وجهتنا حاليا ان احنا التغيير دوت هيبقى في صالح الجدوى الاقتصاديه للمشروع، علشان ما يبقاش فيه عبء على الدوله، وفي نفس الوقت احنا بننتج اسماك مرغوبه من المواطن المصري. وهل دي الاليه الوحيده اللي حضرتك قمت بيها بحيث رفع الانتاج السنه؟ لا 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 يا فندم، احنا بالنسبه للانتاج المادي يا فندم، المستهدف المادي واسماك العائله البوريه، هل هي اضافت شيء بزيادتها السنه؟ بالظبط، ما احنا لما شلنا السيلفر، شلنا مبروك السيلفر، احنا استعوضنا بيه بالعائله البوريه. فطبعا فرق السعر ما بين الاثنين وبعض، فرق الاقبال من المواطن المصري ما بين الاثنين وبعض حاجه كبيره، فرق كبير. لكن احنا النهارده بنتكلم في ايه؟ في ان انا اهم ما يميز الزراعه السمكيه ان انا بحتاج اني اعمل صيانه دوريه للاحواض بتاعتي، علشان احافظ على الاستمراريه من الانتاج، بل تطويره بقى لمنتج اجود وكميه اكبر. وبالتالي انت بتحاول انك انت تعمل موازنه ما بين الاثنين. طب بالنسبه للتلوث والاسماك، احنا عانينا منه، احنا بقالنا اكتر من سنتين بنعاني من موضوع التلوث. مصر كلها بتعاني منه، حتى مزارع القطاع الخاص بتعاني منه. النهارده احنا بنتكلم في 30% 40% 20% اكتر او اقل من الكميه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول، ان احنا بننتج 1.5 مليون طن سمك في السنه. الكميه دي بتتقلص نتيجه ان انا بعاني من التلوث اللي حادث خلال فصل الصيف، اللي هو الفصل اللي انا بنتج فيه سمك. زي ما حضرتك عارف ان السمك بيزود الدم البارد، الدم البارد يعني مرتبط بدرجه حراره البيئه اللي هو بيعيش فيها. اذا هو مش هينمو ولا يكبر الا في فصل الصيف، لانه هي دي اسماك المياه الدافيه اللي احنا بتعيش عندنا في مياه. هو قصدي هنا ما يقال ان اسماك مصر ملوثه، ده حقيقي؟ لا يا فندم. او احنا بننتج اسماك ملوثه؟ لا، احنا ما بننتجش اسماك ملوثه، وده سبب معمليا مش ثبت بالكلام. انت ما اشترطش انك انت علشان بتنمي سمكك على مياه الصرف الزراعي انك انت كده سمك ملوث، لان عشان السمك يلوث هو لازم يتعب الاول. يعني انا النهارده متصور ان السمكه عايشه في بيئه ملوثه، عايشه وبتنمو وبتكبر وانزلها السوق ومفيش اي مظهر على جسمها من بره او على شكلها بيوحي ان هي تعبانه، مش ممكن. التلوث بيصيب اولا الاسماك. الجماعه الخواجات بره انجلترا على سبيل المثال بتعمل اقفاص سمكيه لاسماك السلمون في مياه الانهار اللي عندها بتاخد ماخذ لمياه الشرب، المياه اللي هتخش الحنفيات. هم مش ماء الحنفيات، هم بيشربوا، هم بيستخدموا الحنفيات ميه البيت للغسيل للاستحمام. الكلام ده هو بيحط السمك قدام المأخذ علشان يطمن ان السمكه طالما ما جرالهاش حاجه اذا الميه دي مش ملوثه، فبيدخلها بعد ما يعالجها في المحطه بيدخلها على حنفيات الناس. احنا النهارده بنقول سمكنا ملوث لمجرد ان انا بشتغل على مياه الصرف الزراعي. طب وسمك الباص، سمك الباصه اللي في نهر اللي متربى في اقفاص في نهر الميكونج، ايه نهر الميكونج النهارده؟ النهارده بنتكلم ان ده البلاعه بتاعه التلوث اللي موجوده في العالم كله. 500 مليار بني ادم او اكثر او اقل بيعيشوا على هذا النهر، بياخدوا منه ميتهم، بينزلوا فيه كل صرفهم زراعي وصناعي وصرف صحي. ومع ذلك السمك هم مقبول في الاتحاد الاوروبي، مقبول في الولايات المتحده الامريكيه. يعني احنا بنتكلم في ان هم انتاجهم مش 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 مش, مش سيء. بس انا اقصد سمك الزراعه تحديدا، هل هو ملوث ام لا؟ الاقفاص السمكيه ده نظام من نظم الزراعه السمكيه. الزراعه السمكيه في مصر يا فندم؟ في مصر يا فندم. احنا مشغلين على مياه صرف زراعه. بيقابلنا احيانا بعض التلوث، لكن هل ده معناه ان سمكنا ملوث؟ السمكه نفقت من التلوث، انا ما بتنزلش السوق، انزل السوق ازاي؟ السمكه شكلها مش كويس، تنزل السوق مش هتتباع.
يعني انت 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 بتعول على ان ان المواطن المصري ما بيميزش؟ لا مش ممكن. نفهم من كده ان اسماكنا مش ملوثه؟ لا مش ملوثه. والا ما كانش اطلاقا ولا ما كانش طلعت اصلا اطلاقا. بالنسبه للفلوس سعر السمك في السوق مره فوق ومره تحت، الاليه اللي تظبط سعر السوق واللي اصلا اللي بوصل سعر السوق فوق وتحت بالنسبه للسمك، خصوصا ان احنا يعتبر منتجين كبار في السمك. وحضرتك عارف ان الانتاج الزراعي عموما بيتعرض للصعود والهبوط دون بناء على العرض والطلب. احنا عندنا انتاج وفير بينزل السوق في فتره محدده وبالتالي ينزل. طبعا احنا عارفين ان الانتاج الزراعي في مصر عموما ومن ضمن الانتاج السمكي بيتعرض لموجات من الصعود والنزول في اسعاره نتيجه لوفره المعروض منه في السوق. طالما ان المعروض بيبقى بكميات وفيره وبالتالي بيبقى سعره بيقل. الاشكاليه هنا مش كده، الاشكاليه في ان انا النهارده مدخلاتي لو قدرت ان انا اسيطر عليها تستطيع الدوله ان هي تحاول تنظم السعر ده عشان يبقى في صالح المستهلك، لكن في نفس الوقت ما خرجش المنتج خارج المنظومه، لانه لو خرج بره المنظومه انا مش هلاقي سمك ننزل السوق. هي دي الاشكاليه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. ان احنا بنعاني من التغيرات الجويه، بنعاني من تلوث في بعض الفترات في المياه من في السنه، بعض فترات من السنه بقى فيها تلوث في المياه وبالتالي بيحصل نفوق بكميات كبيره في المزارع. بقى اعاني باني انا بيبقى في المعروض كبير جدا في السوق وبالتالي سعره بينزل، بيبدا المنتج يا اما يخرج بره المنظومه يا اما بيحاول ان هو يعوض خسارته. هيعوضها ازاي؟ بان هو بيأجر مزرعته، بان هو بيتاجر في سلعه ثانيه، بانه وبالتالي المعروض من الانتاج واللي بيسد نسبه كبيره قوي من البروتين الحيواني في مصر هيبدا يقل، ودي مشكله كبيره. اخيرا يا باشا وليس اخيرا، لما عاوز نطمن الناس ونقول لهم كله سمك وان شاء الله مش هيغلى، نعرف نقولها؟ والله يا فندم زي ما قلت لحضرتك كده، هي الاشكاليه مش في موضوع العرض والطلب. وبعدين احنا عندنا نسبه كبيره قوي من مدخلاتنا في الزراعة السمكي بتبقى مستورده من بره، مع التذبذب الحادث في سعر الدولار بيعمل لنا مشكله، فالمدخل بيبقى غالي. فانت النهارده ما انتش عارف انك انت تظبط هذه المنظومه، علشان انت عندك في كفتين ميزان، الكفه الاولانيه المستهلك اللي انت عاوز توفره، والكفه الثانيه المنتج اللي انت عاوزه يظل ينتج، وبالتالي انت عايز تعمل له هامش ربح وفي نفس الوقت من غير ما ياثر على المستهلك. هي دي المعادله الصعبه اللي احنا بنحاول ان احنا رد حضرتك على الاعلام اللي بيقول ان احنا سمكنا ملوث وما ناكلش سمك. لا هيجرى لنا حاجه يا فندم، ما فيش كلام، احنا ما عندناش سمك ملوث. اللي عنده سمك ملوث ياخد عينات من السمك من السوق ويروح يحللها ويجيب لنا التحليل يقول لنا سمك ملوث. لكن احنا لما عملنا كده ما لقيناش سمك ملوث، بل بالعكس لقينا ان السمك دون مقبول تبعا لمواصفات مواطن الاتحاد الاوروبي. احنا انا مش عارف الناس بتجيب كلام ايه. مستهدفنا يا فندم، مستهدفنا عندنا في مزارعنا، مستهدفنا في مزارعنا ان احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا شغل في صيانه الاحرار، فمستهدفنا ما زادش كتير عن السنه اللي فاتت. اللي زاد بس مزرعه الزاويه ان احنا دخلنا بعض القطاعات اللي هي كانت طالعه خلال السنين اللي فاتت، فمستهدفها عالي. مستهدف المنزله تقريبا ثابت نتيجه ان في بعض الاحواض عنده خرجت، ثبتناه لان احنا عملنا تطوير في احواض ثانيه وبالتالي انتاجيتها هتغطي انتاجيه الاحواض اللي طلعت. في برسي الانتاجيه برضو نفس الموضوع، لان هو اللي دخله من اللي كان خارج خطه الاستزراع السنه اللي فاتت طلع مكانه علشان خاطر يعمل له صيانه وتطوير الاحواض. الاشكاليه دي احنا بنحاول ان احنا نعملها بصوره جذريه، ان احنا نطلع جزء كبير من المزرعه بره نعمل لها تطوير وصيانه كاننا بننشئها من الاساس من الاول خالص، بحيث ان احنا نحاول ان يبقى بعد كده الصيانه اللي بنعملها تبقى صيانه مش مجرد ان انا بعيد الحوض الى ما كان عليه في الاول. لا، ده انا مجرد ان انا بعمل له تطهير لمتربيات وبعمل له كشط بسيط لل وش الحوض، بظبط له ارنكله كسوره،
لكن انا عندي حوض في المزارع النهارده كميه الطمي اللي ترسبت على ارضيتها تكاد تقترب من ان هو عايز ينشا من جديد. هدفنا المالي والانتاج ان شاء الله نحققه السنه دي باذن الله. باذن الله باذن الله ان شاء الله. نطمن حضرتك ربنا يعدينا من موجات البرد ان شاء الله تيجي ان شاء الله باذن الله. ما تأملوا سيادتك في قطاع الزراعه السمكي؟ ما أملوا ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على ما وصلنا اليه، لان الوصول للقمه صح، لكن الحفاظ على نفسك وانت فوق القمه هو ده اصح. ان شاء الله كل ما يجوز زي سيادتك معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.